إذن أعزائي المشاهدين، نذهب بكم إلى ملف سريع. الصورة اللي انتشرت عامل الوطن اللي بيحط ظهره بن حنيفة، بيطلع عليه أحد موظفين أمانه وبيعلق يافطة إلى آخره، طبعا أخذت أبعاد وانتقادات. أنا بدي أقدر هاي الانتقادات، بدي أقدر أن الأردنيين بطبيعتهم أهل عز وكرامة، وبرضوش أن يشوفوا حدا يعني تحت صيغة مهان. الأمانة قالت سنتخذ القرارات. اليوم كان في موقف أو تفسير من هذا العامل الوطني اللي انحنى وضع ظهره، قال هو زميلي الآخر وهو عامل وطن أيضا، وإني أنا يعني رفعته. وإحنا صغار زمان كنا نحط إيدينا لبعض وكنا لكن أنا اللي أعجبني إنه الأردنيين بتحسسوا من قصة إنه حدا يهين حدا. الأردنيين بربطوا هذه الأمر سياسيا، يعني إذا بدنا نقرأها قراءة سوسيولوجي اجتماعي، عمق اجتماعي سياسي اجتماعي، بشوف إنه بربطوها بالسياسة، بربطوها بإنه القوي قاعد بيستقوي على الضعيف. الأردن حساسين لهذا الأمر، ورغم إنها صورة سلبية لكن ردود الفعل تؤشر على ذلك. عملنا استطلاع، خلينا نشوفه مع بعض. سألنا الناس عن هذه الصورة، من يتحمل المسؤولية، نشوف ردود فعل الناس. بحط الحق على موظف الأمان اللي أقل يطلب منه إنه شو اسمه يطلع فوقي، على صاحب البكم نفسه كمان إله بلحق الدور، يعني بحمل المسؤولية على اللي واقف فوق راسهم، على المسؤول عنهم كلهم. بحط الحق على العامل، حق على عامل الوطن، الحق على العامل إنه قبل، على الشخص اللي قال له لعامل الوطن طلع فوقي سازي فيه قاعد، إنه بشوف إنه بنظف وبيعمل وبسوي. اي واحد بيقول لك خلاص هي هذا عامل الوطن، يعني بيختصرها، بفكروا انه بين عالم وناس، بفكروا بين شوارع، يعني تاخذ كلمه هذا بيعرفش انه بين عالم وناس. ليش ما معاه اغراض اللي يطلع عليها، او كونك انت مجهز حالك انك تفك يافطات؟ انه ليش ما معك سلم، ما معك شيء، ليش يطلع ظهر المواطن او على ظهر عامل النظافه؟ يعني لانه اذا مسؤوله يعني متعمر فيه، هو عنده كرامه، ما فيش عنده كرامه، بده يعيش اولاد، بقول لك يا عمي بطلع فكت خلصت. لو ما دنك ظهره ما حدا بركبه، لانه لو بده يتخلص من وظيفته مش لازم يخضع لحدا. انا بحط الشخص على نفس الشخص الحق بس. يعني مره ثانيه مع احترامي لتقديرات الناس، لكن انا بدي التقط الاجابه في القصه، لانه الامانه قالت انا سنتخذ اجراء، وعامل الوطن وضح الصوره، لكن ردود فعل الناس تؤشر على اننا نتعاطف مع الذي يعني يساء له. إذا كان هو برضى شوي على نفسه، الناس بتنتقده، بتقول له لا ترضاش على نفسك، حاول يكون عندك أنفة وعزة نفس. يعني تحت هذه العناوين حبينا اليوم نوقف مع هذه الصورة التي تؤشر على أن في خير بالمجتمع الأردني. على فكرة في خير وفي طيبة وفي عطف وفي تسامح وفي رغبة، أو الأردني بيشمئز إذا شاف حدا بنهان، يعني بشعر أنه لازم يتصرف. وهذه شيء وقيم أردنية أكدتها هذه الصورة، وأكدتها مواقف كثيرة سابقة. بس حبينا إطلالة سريعة على الصورة، نكتفي، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.